اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الخطبة نتابع صفات عباد الرحمن، وقد قربت هذه الصفات من النهاية، ونرجو أن نوفق لتطبيقها في حياتنا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، صفات عظيمة ذكرها الله في خصال عباده المطيعين له والمحبين له. وصلنا في صفة العفاف أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، العفاف. وما أجمل هذه الصفة عندما تكون موجودة عند الفتاة، وما أهيب الفتاة التي رزقها الله العفاف. في الحقيقة هناك بعض الأمور فطرية في الحياة، ومن تلك الأمور عفاف المرأة. المرأة جمالها بعفافها، المرأة جمالها بأن تكون محتشمة، أن تكون حيية، أن تكون خجولة، أن تكون إنسانة تغض النظر عن الرجال وتغض الطرف عن الحرام. هذه المرأة جمالها هي عفافها. يقول بعض المؤلفين وهو يؤلف عن المرأة، يقول: جمال المرأة وجلالها. تكون جليلة المرأة عندما تكون عندها، تكون جميلة عندما تكون عندها جلالا. والجلال من صفات العفاف عند المرأة. ونحن نجد أن مقابل العفاف أن تكون بلا عفة وأن تكون بلا حشمة. في الحقيقة أيها الأحبة، بعض الناس يتخيلون أن القصة قصة الحجاب فقط، والواقع أن القصة ليست قصة الحجاب وحدها. كم رأينا امرأة محجبة ولكنها تحت الحجاب تبرز مفاتن جسمها، ومع الحجاب تبرز في وجهها وفيما أمرها الله أن تستر تبرز كل شيء، وكأنها تتحدث بلغة أخرى وتطلب الحرام. نستجير لله. إذن الاحتشام، وقد نجد في المرأة التي هي في مجتمع الغرب من لم تحافظ على الحجاب الذي يجب أن يكون في الإسلام، ولكنها عفيفة، ولكنها محتشمة، ولكنها حيية، ولكنها تحافظ على احتشامها.
من هنا أيها الأحبة نقول إن الله سبحانه وتعالى جمع خصال ثلاثة مع بعضها البعض. توجهوا إلى الآية الكريمة: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتل الإنسان، ولا يزنون. إذن صفة الزنا نستجير بالله جعلت في قبال صفة الشرك بالله وصفة قتل الإنسان. لماذا؟ ترى لماذا هذه الأهمية الكبيرة بالزنا؟ المشكلة مشاكل ثلاثة دنيويا. الآن نتحدث في الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: علي في الزنا ست خصال، ثلاث منها في الدنيا وثلاث في الآخرة. أولا، الخصلة الأولى الدنيوية أن الزنا يذهب بالبهاء. شنو يعني البهاء؟ بعضنا يفكر في معنى البهاء. البهاء أولا صفة من صفات الله: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. جمال الله، جلال الله في بهاء الله، في عظمة الله. الصفة الأولى التي تزول نتيجة الزنا نستجير بالله هي صفة البهاء. يعني شنو البهاء؟ شيء لا يمكن تفسيره. بعضهم يجد البهاء في نور الوجه، يقول المؤمن خاصة الذي يصلي صلاة الليل الله يرزقه البهاء، يرزقه نور الوجه. شنو يعني نور الوجه؟ يعني بياض، يعني يصبغ أبيض. طبعا ليس هذا هو المقصود بنور الوجه. نعم، نورانية القلب التي تنعكس على وجه الإنسان، أو بعبارة أخرى الرحمانية التي يجدها المؤمن في وجه المؤمن. أنتم انظروا إلى إخوانكم المصلين الصائمين القائمين الطيبين، تجد عنده نورانية. يمكن يكون وجهه أسمر لكن عنده نورانية. لاحظتم؟ هذه مسألة أولى. بعضهم يفسر النورانية ليست فقط بنورانية الإيمان، روحانية الإنسان، نورانية القلب المنعكسة على الوجه، وإنما شخصية الإنسان الذي هو عفيف النفس. الإنسان العفيف لديه جمال البهاء الإلهي، إنسان محترم، إنسان موقر. المرأة كذلك، الرجل كذلك، يكون عنده بهاء. أما الزنا فيزيل البهاء. الصفة الثانية يوجب الفقر. سبحان الله، الزنا، النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث يقول لعلي، وفي حديث آخر يقول للمسلمين، يقول الزنا يوجب الفقر. يعني شنو يوجب الفقر؟ يعني الرزق بيد الله. حبيبي، نحن نؤمن بأن الرزق بيد الله. فلان يسعى ويسعى ويسعى لكن رزقه قليل، فلان ببعض السعي الله يرزقه رزق واسع، لكن الزنا يوجب الفقر. وفي حديث آخر، الزنا يوجب الفقر ويدع البلاد بلاقع. يعني شنو بلاقع؟ يعني خراب. ويدع البلاد بلاقع. نحن الآن لا نريد أن نتحدث عن أسباب الخراب أو نتائج الخراب التي يذكرها الله سبحانه وتعالى ويذكره رسوله. الشيء الثالث الدنيوي، قال رسول الله لعلي: يا علي، الزنا يوجب تعجيل الفناء. اللهم إني أسألك من الذنوب التي توجب تعجيل الفناء. يعني شنو تعجيل الفناء؟ مارجز زودراس، الموت المفاجئ، موت الفجأة، موت لا يعرف الإنسان سببه،
فلان شاب توفاه الله في شبابه، فلان عنده مشكلة صحية، فلان حتى ما عنده مشكلة صحية، حادث سير. الله تعالى لا يحتاج إلى علة من العلل الظاهرية لقتل الإنسان، لموت الإنسان. قد يكون سبب الموت حادث سير، وقد يكون سبب الموت سرطان، وقد يكون سبب الموت أم أمور أخرى، جبن مارق الشدن. أن يموت الإنسان وهو شاب، أن يموت الإنسان. نقرأ كثير من الكتابات على الشوارع في بعض المدن التي هي قد تكون إسلامية، يقولون جبن مارق شد، الشاب الفلاني مات وهو شاب، وهو شاب مات. شنو السبب؟ السبب في قول رسول الله أنه نستجير بالله، قد يكون ارتكب الزنا نستجير، والزنا يوجب الفقر ويدع البلاد بلاقع ويعجل الفناء. نعم، هذه الأمور الدنيوية. أما الأمور الأخروية فقال رسول الله: يا علي، إن الزاني يبتلى بسوء الحساب يوم القيامة. أنا أسأل سؤال، شنو معنى سوء الحساب؟ ماذا تتصور معنى سوء الحساب؟ الآن أنت تخيل أنت علاقتك جيدة مع ابنك، الآن ابنك إجا من البيت من الخارج وأعطيته مال حتى يشتري شيء، رجع بالمال، أنت لا تحاسبه حساب دقيق، أنت تقول خلاص ماشي الحال يلا. نعم، ولكن أنت علاقتك مو جيدة مع إنسان، مع شريكك، مع كذا مع كذا، تقول هذا شنو يعني، هذا كم كان سعره، أنت اشتريت الورقة تستاهل هذا السعر أو ما، وألف سؤال وسؤال تسأله، لأن شنو، لأن العلاقة غير متينة. الله سبحانه وتعالى عندما يكره العبد الزاني نستجير بالله، يكرهه، يسخطه. الصفة الثانية سخط الله، الله يسخطه، الله يمقته للزاني. عندما تأتي ساعة الحساب يعمل له حسابا شديدا، نعم حسابا صعبا، بالفارسي يقول مورا از ماس ميكشت، حسابا عسيرا. نعم، ليس حسابا هينا، حسابا سهلا، وإنما حسابا عسيرا. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، الخلود في نار جهنم، الزنا يوجب الخلود في نار جهنم. عجيب هذا الحديث، لأن الخلود في نار جهنم لمن؟ نعم، الخلود للمشرك. في الآيات القرآنية، في الأحاديث الكثيرة، أن الخلود في نار جهنم لمن؟ للمشركين. طيب هذا الزاني كيف يكون خالدا في نار جهنم؟ إذا لم يتب إلى الله، إذا ما استغفر الله، إذا ما سأل الله في ليلة القدر أن يمحو عنه، نعم، المعصية، ماذا سيكون بلاؤه؟ بلاؤه أنه يموت غير مؤمن، لا يموت مؤمن، آخر لحظة يموت كافرا، يموت مشركا نستجير بالله، وعند ذلك يخلد، هكذا يقول الإمام عليه السلام، يخلد في نار جهنم. طيب الآن نعود إلى مسألة الوقاية لموضوع الزنا في المجتمع. بعضنا آباء، بعضنا أمهات، الآن ماذا يجب أن نفعل حتى نردع نفسنا ومجتمعنا من الزنا؟ بعض الأمور، بعض المعالجات تعتبر وقائية وليست علاجية، والعلاج خير من الوقاية، أو الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، درهم وقاية خير من قنطار من العلاج. كيف نعالج الشاب؟ كيف نعالجه؟ الشابة كيف نعالجها؟ في الحقيقة الطريقة الصينية أنا أنصح بها، الصين، نعم، ليس فقط نشتري البضاعة الصينية، نعم، وليس فقط نشتري السيارة والفرش نعم الكاميرا وغير ذلك من الصين،
بل نتخلق بأخلاق الصين. أنا الآن لا أدعوكم إلى أن تتخلقوا بأخلاق الإسلام، لأن بعضنا أصبح عندما تقول الإسلام يقول نعم مع الأسف، يعني الآن لا يعتز بأن يكون أخلاقه أخلاق محمد وعلي. اللهم صل على محمد وعلي. بعضنا يقول، بعضنا بالكلام يقول أنا تابع وأنا كذا وأنا عاشق لأهل البيت وأنا وأنا، لكن في العمل، في العمل يتخوف من أن يكون من أتباع رسول الله وآل البيت. نعم، ولكن نقول له تعال وصر من أتباع الصينيين واليابانيين. يقول ها هذا جيد، هذا جيد، كيف أكون صينيا كيف أكون يابانيا؟ أنا سألت، كنت في الصف أتعلم اللغة الإنجليزية وكان معنا في الصف مجموعة من الصينيين واليابانيين ومعنا الأسرة. نعم، فسألناهم متى موسم الزواج عندكم؟ اسمع شابنا المؤمن، اسمعي أمة أمنا العزيزة المؤمنة الصالحة، وفكروا إذا كانت الحكمة، ولو كانت الحكمة في الصين نأخذها نطبقها، حتى ولو كانت الحكمة في الصين. نعم، فقلنا متى عمر الزواج عندكم؟ قال مع الأسف، قالت مع الأسف، الآن الوضع تغير، الآن خرب الوضع. قلنا عجيب، شنو صار؟ قال الآن أصبح سن الزواج 14 سنة. قلنا يعني شنو كان سن الزواج عندكم؟ قال سن الزواج كان 11 سنة عندنا، الآن فسد المجتمع عندنا. هي تقول الآن المجتمع الغربي والتأثر بالمجتمع الغربي أفسد المجتمع عندنا، ولذلك مع الأسف، هي تقول مع الأسف الشديد أصبح فساد في مجتمعنا. وماذا تحب أن ترجع؟ تحب أن ترجع، وهي امرأة صينية أو يابانية كانت، الآن لا أتذكر، وضعهم جيد، يعني هم يأتون إلى بلاد، نعم، كندا، وعندهم أموال كثيرة وعندهم حياة غنية، نعم، ويشترون ويشترون ويشترون، لكن هذه حضارتهم، هذه ثقافتهم، وهذه هي حضارة الإسلام، ليست حضارة المسلمين. حضارة المسلمين الآن اعمل كل ما تريد من زنا نستجير بالله وفساد وكل شيء، بعدين فكر بالزواج. هذا حياة المسلمين اليوم، والآباء لا يستحون، والأمهات ما أدري شنو وضعها، ولا يتجرأ أحد، ولا يتجرأ أن يقول شيخنا أنا الآن ابني عمره 16 سنة، بنتي عمره 14 سنة، أريد أزوج. ما أحد يتجرأ، لا أدري ممن يخافون، من الله ما يخافون، طيب بعد من منو يخافون؟ يعني هذا الخوف ممن؟ ماذا سيكون إذا تزوجت؟ الإيمان بالله يقتضي الزواج المبكر، الذي لا يزوج إيمانه ضعيف. أنا أقول بصراحة قصوى لنفسي ولكل من يتبعني، الذي لا يعمل بالتزويج المبكر لا يؤمن بالله، لأن ماذا يقول الله تعالى في القرآن الكريم؟ وأنكحوا، أنكحوا فعل أمر، فعل أمر، الأمر يدل على الوجوب. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله. ما تؤمن بالله؟ ما تؤمن بأن الله واسع عليم؟ في ختام الآية إن الله واسع عليم. نعم، الآن ابني ما عنده مهنة، يعني شنو يعني؟ المهنة هي التي رب ابنك، ربه مهنته، ما عنده مهنة، طيب ما عنده مهنة، يعني بكرة إذا صار عنده مهنة وما حصل فلوس شنو تسوي يعني؟ ما أكثر من عندهم الآن في المسلمون الذين يقطنون في فرنسا، عندهم 50,000 مهنة وما عندهم شغل، مو موجود؟
ما عندهم شغل. يعني شنو يطلق زوجته؟ يعني يطلق زوجته لأن فقد المهنة. واقعا الثقة بالله مفقودة في مجتمعنا بكل أسف. طبعا لا أقصد أنتم، الحمد لله واثقون بالله وأنكحوا الأيام منكم والصال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نحن نقرأ الآية لقلقة لسان، فقط لقلقة لسان إن يكونوا فقراء. كل عقد زواج أنا أعقد الزواج أقرأ هذه الآية، نعم أقرأ، ولكن الناس يسمعون من هنا ويخرجون الآية من هناك، أو بالأحرى لا يسمعون حتى لا يبتلون بمشكلة مع الله ومع القرآن الكريم. إذن الوقاية لمنع الزنا في المجتمع، يا أخي الولد الشاب يحتاج إلى زوجة، الفتاة تحتاج إلى زوج، أنت ما تزوجها أنت تعملها ترشي في المنزل، ترشي من نزل بازي وبسر وشنو دخترا وشنو، نعم تعرف شنو يعني ترشي؟ يعني أنت مثلا تأتي بالخيار وتخلل في المنزل 7 سنوات 17 سنة ما أدري كم. ماذا ما هي فائدة أن تؤخر زواجها؟ هل تزيد من رزقها؟ ما أدري. إذا أنت مطمئن أنك تزيد من رزقها فأخر في زواجها، ولكن ثقتنا بالله أن الرزق لا يمكن أن ينقص ولا يمكن أن يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف المرسلين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي وعلي بن محمد النقي والحسن بن علي العسكري والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر. اللهم عجل فرج وسهل مخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه في زمرة أوليائه. عباد الله اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله على كل شيء قدير. عباد الله اتقوا الله، فإن التقوى خير زاد لآخرتكم. أعود إلى مقولتي، تزويج الفتيات وتزويج الشباب وعدم تأخير زواجهم، حيث أن الإمام سلام الله عليه أوصانا بذلك، ولم يوصي فئة خاصة من الناس بل أوصى جميع الناس، حيث عبر
أنها فاكهة عندما تأتي الشمس تفسدها، وعندما يأتي الريح يفسد. هذه المقولة مقولة رسول الله الصادق الأمين، ليست خاصة بي أو بك، هذه خاصة لكل من يثق برسول الله، لكل من يؤمن برسول الله، لكل من يؤمن بالقرآن الكريم. وعلينا أيها الأحبة أن نضع السن على جرحنا، أن نصبر، أن نصبر على كل ما هو مشكلة في موضوع التزويج، لأن المشاكل كلها تهون بإذن الله إن وثقنا بالله، كما قرأنا الآية الشريفة التي دائما تحفظونها، الصالح: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لله فضل، ثقوا بفضل الله، ثقوا بفضل الله. إذا لم نثق بفضل الله بمن نثق؟ طيب إذا كان الأب لم يهتم، إذا كانت الأم لم تهتم، ووقعت الفتاة في مصيبة في حرام، وقع الشاب في مصيبة وفي حرام، من سيحاسب الله يوم القيامة؟ الله يحاسب الأب والأم، لأن هما اللذان سببا وقوع الفتاة ووقوع الفتاة في الحرام. وقفوهم، إنهم مسؤولون. وكذلك مجتمعنا مسؤول، نحن بحاجة، أقولها قبل الوفاة وأنتم اعملوا أو لا تعملوا، اللهم إني أبلغ، مؤسستنا، مشاريعنا، حسينياتنا، مساجدنا تنقصها ما عند الكنيسة. الكنيسة عندهم، أنا سمعت قبل مدة، عندهم مجال لتزويج العزاب، حتى بعض المؤسسات الخدماتية المسيحية في فرنسا قرأت عنها، عندهم بعض المجال لتزويج العزاب، وبعض الأشخاص الذين يبحثون عن المناسب للمناسبة. يعني شنو؟ باللغة الإنجليزية ماتش ميكر، يحاول أن يجد الإنسان الصالح لهذه الفتاة. طب هؤلاء العزاب في مجتمعنا من المسؤول عنهم؟ مسؤول عنهم أنت وأنا. المؤسسات الدينية يجب أن يكون عندها اهتمام ببعض الأمور الاجتماعية. والله حسينية ونصلي جماعة ونصلي جمعة ونقرأ الحسين ونرطم فقط، هذا هو انتهت المسؤولية؟ لا. هذا الشاب ماذا يفعل؟ هذا الشاب الذي لا يعرف فتاة يتزوجها، هذه الفتاة التي، هذه المرأة التي لا تعرف، هناك إنسان أعرفه الآن عمره 60 سنة مسكين ولم يتزوج، قريب 60 55 57 قريب 60، ويقول: شيخنا أرجوك تعمل لي شيء. من المسؤول؟ فلنبدأ على بركة الله، فلنبدأ ولنسعى ولنحاول. إذا كانت المشكلة بقرض الحسن فلنؤمن قرضا للحسن، وإذا كانت المشكلة في البحث عن العروس أو العريس فلنبحث ولنثق بالله أيها الأحبة، ولنذلل كل الصعوبات التي أمامنا. والله أنا أعرف بعض العلماء كانت عندهم صعوبات، لكن الله ذلل تلك الصعوبات. فلان سيد أتى إلى المسجد وقال: أيها الناس، عندي فتاة، من يريدها؟ هذا قريبنا، هذا عندي قرابة، لي شرف القرابة مع هذا السيد رحمه الله. صعد على المنبر وقال: ما أيها الناس، عندي فتاة، من يريدها؟ من يريد يتزوجها؟ فبهذه الطريقة استطاع السيد أن يجد فتى طيبا مخلصا هو قريبنا
هو الذي قريبنا. رجل طيب مخلص، والله إلى آخر أيام حياته كان في منزله مجلس الحسين كل أسبوع. كل أسبوع كان يقيم مجلس الحسين عليه السلام في منزله إلى آخر أيام حياته. هذا الرجل الله رزقه مثل هذا الصهر الطيب. فلنثق بالله أيها الأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.